قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. قالت الملائكة: ربي، ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به. فقال: أرقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. رواه مسلم. Brothers and sisters in Islam, look at the greatness of Allah in reward. In reward, you do something good. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. اللهم لك الحمد. من جاء بالحسنة. Come with one good deed. فله عشر أمثالها. Come with one now, we'll multiply to 10. Who is the greatest? Who is the greatest? Allah. And brothers and sisters in Islam, come with one sin. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. يا الله ما أعظمك. Come with sin, he said he will give you only one. And that sin, if you repent, إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللهم لك اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. لك الحمد يا رب. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. Look how great he is. He said, you see that one sin that if you do, he will give you only one sin. He said that sin, if you repent, if you believe, if you come back, he will turn it into reward. Who is the greatest? فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحْ فَإِلَّا اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ. Whoever repents and acts righteously, Allah said, I will forgive him. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. Whatever you do wrong, أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللهم اغفر لنا يا رب. اللهم اغفر لنا يا رب. اللهم اغفر لنا يا رب. So brothers and sisters in Islam, love him, he is azim. Obey him, he is the greatest. Because إنا لله وإنا إليه راجعون. We belong to him, we will go back to him. So brothers and sisters, وأن إلى ربك المنتهى. The ultimate return is to Allah subhanahu wa ta'ala, and he is the greatest. Believe in him, trust him, rely on him. He is al-azim.